تويتر صحيح أنه منصة ترامب المفضلة من السنوات، بس مؤخراً يعني الحال تغير، واليوم تحديداً أزمته مع الموقع بتعيش حلقة جديدة من حلقاتها. المسلسل كان أصلاً بدأ من أسابيع لما تويتر نبه مستخدمي لأنه ترامب أو أنه في تغريدات لترامب يمكن تكون معلوماتها غير دقيقة بحسب تويتر. وبعدها غضب ترامب وهدد برقابة على كل منصات التواصل الاجتماعي. الجديد اليوم ما قامت به تويتر من يعني إذا بنقدر نسميها مناكفة جديدة لترامب بقيامها بمسح تسجيل مصور أعاد ترامب نشره وهو بالأصل لمدير وسائل التواصل الاجتماعي في البيت الأبيض دان سكافينو. الفيديو المحذوف بيتضمن مجموعة من خطابات ترامب من عام 2017 وعليها مقطع موسيقي لفرقة لينكولن بارك الشهيرة. الفرقة كانت بعد قيام ترامب بنشر المقطع غردت هي كمان وقالت إنها لا ولن تؤيد إدارة ترامب وإنها ما أعطت لحملته إذن لاستخدام أغانيهم. ومن بعد اختفى الفيديو اللي قالت تويتر انها مسحته بعد تلقيها شكوى من مالك حقوق النشر. ومن تويتر لتيك توك اللي هو كمان علاقته بإدارة ترامب يعني بنقدر نقول خلينا على المحك هذه الأيام خصوصا. فإدارة الرئيس الأمريكي حذرت مرارا من التطبيق وقالت أنه بيتجسس على مستخدمي وبيسرق بياناتهم، وبعدها حتى هددت بحظره وأكدت كذا مرة أنها بتدرس هذا القرار. واليوم دخل الصراع بين إدارة ترامب وتيك توك مرحلة جديدة وهي مرحلة بنقدر نسميها حرب إعلانية. اللي صاير أنه حملة إعادة انتخاب الرئيس ترامب نشرت إعلانات على منصتي فيسبوك وإنستغرام، وهذه الإعلانات ليس هدفها الترويج لترامب بل التحريض ضد تيك توك. الإعلانات اللي صور أو اللي صورها منشورة في كل مكان بتنبه الناس وبتقول لهم إنه تيك توك أنمسك متلبس بمراقبة هواتفكم وبتطلب منهم التوقيع على عريضة لحظر التطبيق في البلاد.